مشاهدينا الكرام، مشاهدي قناة النيل للتعليم العالي، أهلا ومرحبا بكم وحلقة جديدة وشباب وآراء، آراء مختلفة، اتجاهات متعددة، نشاطات خلاقة وجميلة، ابتكارات واختراعات، كل ما يهم شبابنا في مصر تجدوه عندنا في شباب وآراء. والنهاردة هنتكلم مع مجموعة من الشباب الجميل اللي كانت اتجاهاتهم صحفية و هدفهم خدمة وطنهم بصورة متطورة وجديدة. معنا ومعكم اليوم إن شاء الله الأستاذة رضوى العوضي الكاتبة الصحفية، أهلا بك. أهلا بك. ومعنا ومعكم أيضا الأستاذ عمرو المزيدي مدير تحرير جريدة وموقع فيس مصر، أهلا بكم معنا. أهلا بك أستاذ. جريدة وموقع فيس مصر أحد المواقع الصحفية اللي حصلت على مراكز متقدمة بالمقارنة بمواقع أخرى، وكانت بدايتكم مختلفة شوية. دائما بتبقى البداية في الجانب الصحفي مقارنة بالنت والكتاب أو الجرائد العدد الورقي، الورقية البداية أولا ورقية ثم نتجه للنت. أنتم بدأتم بالعكس، بدأتم من النت وأكيد أثبتتم نجاح علشان تتجهوا للأعداد الورقية. احكولي القصة والبداية وعرفوا نفسكم بشباب بيفكر دايما انه يتجه اتجاهات ومبادرات فردية في المجال الصحفي في الوقت الحالي لمشكلات كبيرة جدا هنتكلم فيها في الحلقة دي بنشيد. تفضلي يا استاذة. والله انا يعني زي ما انت ما قلتي كده بالظبط، حضرتك قلتي بالنسبه للفكره الشبابيه والشباب اللي عندهم كتير يعني مواهب وطاقه ايجابيه فظيعه، هي فيس مصر عباره عن مجموعه شباب موهوبة كتابة تصوير، أصحاب بقى إبداع زي ما نقدر نقول. هم حبوا يترجموا الفكرة بما إن بقى في مواقع كتير وجرايد كتير بشكل متميز شوية. عرضوا يعني طبعا احنا الأول هي كانت فكرة إن هم يجتمعوا كلهم في مكان واحد، ننزلوا الأول عن طريق نت ويبقى موقع إلكتروني، واخترنا فيس مصر. المفروض ان هو كاسم يعني طبعا كل الناس طبعا هنتكلم عن اسم فيس مصر، احنا اخترناه ليه بالاخص كمان لان يعني طبعا الفيسبوك هو حديث العالم كله، يعني اي هو بوابة الكترونية على كل العالم. فيعني فيس مصر هو وجه مصر. وجه مصر ايه؟ بشبابها وباصحاب المواهب وبكتابها الشباب اللي هم لسه ما اخدوش برضو فرصتهم بالنسبة للصحافة ومجال الاعلام. جميل. وبدأنا الفكرة. جميل. استاذ عمرو، عادة بتبقى الاتجاهات البداية كبداية على النت بتتجه لكل ما هو مبالغ فيه ولافت للنظر وناقد بصورة غير موضوعية احيانا عشان اجمع اكبر عدد ممكن من القراء على النت، سواء بصور او بمانشيتات تجذب. يا ترى بدايتنا كانت ازاي وكان هدفنا الاول كانت بداية امتى على فكرة؟ احنا الأستاذة رضوى ما قالتليناش امتى. هو طبعا بداية بنحب نشكر حضراتكم على الاستقبال الجميل ده. طبعا مواقع الانترنت تحديدا بتعتمد على العنوان واللقطة الخبرية، بتعتمد على الصورة، تعتمد على الفيديو. جريدة فيس مصر لما جينا اتجمعنا طبعا كان المشرف العام الأستاذ محمد مجدي، يعني هو كان صاحب الفكرة، وبدأنا نتجمع لوضع خطة عمل لموقع فيس مصر. الاسم كان فيه مجازفة بعض الشيء، ولكن طبعا احنا اخترنا الاسم عشان خاطر مصر، وده مش كلام. اخترنا فيس مصر علشان خاطر فيس مصر نبين، نحاول من خلال تجربة اظهار الوجه الحقيقي لشباب مصر، لافكار شباب مصر. يعني انتوا ما كانش عينيكم على القارئ المصري وفقط، انتوا كمان بصيتوا للقارئ الاقليمي والدولي للجميع. يعني ده هدف برضو، يعني ده وجه مصر بجد. عايزين نقدم فكرة للمجتمع عن الشباب اللي هو مش موجود على مش متشاف، نوري الناس ازاي الشباب المصري بيفكر. لما جينا بدأنا نتكلم في فكرة بدء الموقع كنا حريصين جدا ان احنا نقدم مادة معتدلة، مادة فيها مهنية بعيدا عن الاتجاهات
السياسيه. الهدف الاول والاخير منها زي ما قلت لحضرتك هو خدمه مصر، وكنا حريصين جدا ان الشباب اللي يشتغلوا معانا، لان حضرتك زي ما حضرتك عارفه ان في بعض الجرايد بتحاول تستقطب نشطاء سياسيين، ربما يكون حد معايا عنده نشاط سياسي لاتجاه معين. حاولنا بكل الطرق ان احنا نبقى دايما حريصين ان احنا عنينا على كل الشباب، ان احنا نبعد المهنيه الصحفيه عن الاتجاه السياسي، لان خلط الامور بالشكل ده او بالطريقه دي هيخلينا نروح ناحيه اتجاه بعينه. واحنا طبعا كنا حريصين كل الحرص ان احنا نشتغل على المهنيه وفكره تقديم الخبر ليس الا. طبعا لازم نتكلم في بدايه حديثنا عن الشخص اللي بيدعم والشخص اللي واقف ورانا أكيد كلنا، أكيد اللي هو السيد أكيد رئيس مجلس اداره استاذ أستاذ حسن حسن عبد السلام، راجل تحية طيبة ليه، راجل محترم جدا، تبنى الفكرة. هو اللي تبنى الفكره استاذ حسن السيد، وهو نعم اللي اتكلم فيها، وهو اللي بيدعمنا وبيقف جنبنا، وراجل محترم جدا، واحنا بنكون له كل التقدير والاحترام نعم وبنشكره وبنوجه رساله مننا يدعمكم شكرا. إداريا وماديا أم نعم إداريا فقط؟ اداريا وماديا، جميل، وعامل جزا الله لينا عنكم كل خير. استقرار، عامل لنا استقرار مادي جميل واستقرار اداري، جميل والامور بتسير على ما يرام، واحنا بنحاول على قد ما نقدر ان احنا نبقى كويسين، ونحاول نجتهد اكتر من كده عشان خاطر يعني هو راجل بيتعب معانا، واحنا لازم نبقى قد المسؤوليه. جميل، بدأتم امتى؟ احنا بدأنا في يناير تقريبا، 10 شهور تقريبا، احنا يناير 2014. واشتغلنا 3 شهور في موقع كموقع الكتروني، 7 مارس كان اول اصدار العدد التجريبي. ليه بقى احنا بدانا الكتروني؟ الالكتروني يعتمد على الماده الخبريه، ويختلف تمام الاختلاف عن الماده الاسبوعيه، ولكن انت محتاجه تعرفي من خلال التجربه الالكترونيه مين بيكتب كويس، مين هيقدر يقدم فكره تحقيق او فكره تقرير، او مين هيقدر يشتغل على ما وراء الخبر. قدرنا ان احنا ننظم العمليه دي، بدانا ننتقي، بدانا نجيب ناس شباب ونمشي ناس، كنا حريصين جدا ان اللي يقود التجربه هم الشباب. جميل، نتكلم عن قوه العمل، وبالتالي هي الركيزه الاولى في عملكم. صحفيين، اعتمدنا على صحفيين ام شباب وفقط؟ يعني التخصص والمهنيه كانوا من اولوياتنا، ولا الموهبه والقدره الصحفيه كانت من النقاط اللي بنحطها في استيعابنا لما بنستقطب قوتنا البشريه؟ طبعا هو الاعتماد الاول الموهبه والابداع بجانب الدراسه، يعني ده شيء مطلوب طبعا، بس انا بتكلم يعني تقريبا ايه التجربه الشخصيه. يعني انا بما اني في فيس مصر، انا كنت كاتبه صحفيه حره في كذا موقع، واخترت اكون في فيس مصر دائما بشكل دائم. انا موهبه، بس لا فيس مصر يعني اداني فرصه ان انا ممكن اقدر اقول كلامي باسلوب يعني واضح. بقى طبعا حضرتك عارفه نتيجه ثورات ونتيجه حاجات كتير قوي احنا عشناها، الاراء بقت متضاربه وبقت مختلف، بقى شكل الاعلام برضو في عليه انتقادات كتير قوي احنا نعم. كلنا عارفينها. فاحنا حبينا نصلح الفكره دي للناس، حبينا نشوف الناس تشوف شباب الاعلام عامله ازاي، شباب الصحافه عاملين ازاي، اذا كانوا موهوبين او اذا كانوا دارسين. يعني معظمهم يعني دارسين اعلام، ومعظمهم كلهم يعني معظمهم يعني صحافه، وفي موهوبين. جميل، بس التوجهات الصحفيه على المواقع الالكترونيه زي ما قلت بتعتمد على الواو، الصوره والخبر اللي هيشد القارئ للموقع بتاعي ويخليه يكمل في الموضوعات اللي انا بكتبها. اعتمدتوا على ايه في البدايه؟ واستمرارنا لمده لما نقول العدد التجريبي في مارس، يعني احنا بقالنا تقريبا 7 شهور او 8 شهور. شكل الموقع اهم الموضوعات اللي بيطرحها، وتوجهات قراءه، لانه اكيد دلوقتي انتوا ليكم قراء ثابتين. اتفضل يا استاذ. هو بدايه احنا قبل ما بناخد اي خطوه كنا بنجتمع، اجتمع الحاج استاذ السيد حسن رئيس مجلس الاداره والاستاذ محمد مجدي المشرف العام، وقعدنا واتفقنا على تفاصيل وخطوط عريضه مش هينفع ان احنا نخل بيها، لان احنا عندنا اعتمدنا زي ما قلت لحضرتك على المهنيه. احنا عندنا تبويبات ثابته،
تابوبات ثابتة، رياضة وحوادث وفن وثقافة وتكنولوجيا واقتصاد وأخبار وصفحة رئيسية، اللي هو التبويب الثابت لأيوم لمعظم بالضبط. لكل المواقع. المادة الخبرية لازم أعمل عنوان، لازم أعمل عنوان شيق، لكن ما أعملش عنوان يختلف يعتمد على الإثارة ومتنه أو محتواه خاوي. ليه؟ لأن أنا لو اعتمدت على ده ربما يدور عليا قراء كتير في وقت سريع، ولكن ده فيما بعد هيعود عليا بالسوء. ليه؟ مصداقية لأن القارئ ده لما حقيقي. يدخل يبقى عارف، لما يقرأ مرة واثنين وثلاثة ويلاقي خبر عنوانه شده بشكل غريب ويلاقي محتواه خاوي، فبالتالي القارئ يقول لك لا، ما أنا مش هقراه، لأن أنا عارف مسبقا إن هو فعلا العنوان ده مش صريح، والعنوان ده ما فيهوش مادة تحت. الصورة مهمة جدا. ليه؟ ربما تكون الصورة بمليون تعبير. أنا بس من أي زاوية؟ لازم ما هي برضو ليها لازم، زوايا أنا قلت مختلفة. لحضرتك الخبر ممكن إيه؟ ممكن أعالجه بنواحي كتيرة. لو عندي خبر معين أنا ممكن أودي الخبر ده يمين، ممكن أوديه شمال، ممكن أخليه زي ما هو. أنا عايز الخبر زي ما هو بتفاصيله، بخبر. في ناس بتشوف أخبار يا أستاذة تشوف ان هي خبر ملوش لازمه، لكن في اخبار بتبقى اخبار خدميه بتهم قطاع كبير من الناس. بالظبط. الخبر ده لما يتحط على صفحه رئيسيه بيدخل عليه الاف والاف وملايين، واحنا الحمد لله في فتره قصيره ترتيبنا على اليكسا وصلنا 40. أليكسا هي اليكسا هي الجهه المسؤوله او موقع مسؤول بترتيب المواقع الصحفيه الاخباريه حسب ضخ اولا المشاهدات مشاهدات والقراءات وضخ الاخبار. احنا لما نوصل لمرحله من المراحل دي ان احنا في فتره قصيره تكاد سنه 10 شهور ونوصل للمستوى ده ونوصل لرقم 40 وسبقنا مواقع كتيره اقدم مننا بسنه ده حقيقي. واثنين وثلاثه، وأسماء بأسماء كمان. ده نجاح يحسب للسيد حسن رئيس مجلس الاداره والمشرف العام الاستاذ يحسب محمد ليكم مجدي، كشباب صحفيين ويحسب لينا ان احنا لأن شلنا أنتم التجربه المادة على الفعالة اكتافنا. في الموضوع. احنا خدنا الموضوع جد وقررنا ان احنا نخوض التجربه، فربنا وفقنا لان احنا اولا الموضوع ده واخدينه على قلبنا، واخدينه ان احنا نأدي رساله للناس على ونوفي الطيب او الشيء الحسن اللي عملناه رئيس مجلس الاداره والمشرف العام، ان احنا نقدم لهم حاجه كويسه تليق بثقتهم فيه. هو كمان بعد اذن حضرتك، بعد ما اتفضل. تشجع لفكرتنا وان هو فعلا تبنى السيد حسن عبد السلام، احنا حبينا نثبت له ان احنا ناجحين وقادرين، يعني أكيد قادرين مسؤولين. على النجاح وقادرين ان احنا نوصل لمرتبه عاليه رغم صغر السن او مثلا قله الخبره مثلا زي ممكن ناس كتير تصنفنا، لكن برضو احنا حبينا نثبت له ان احنا ممكن نكون قد النجاح ده. بيتهيألي الخبرة دلوقتي ما بقاش يعتد بيها في أي حاجة للأسف، وفي مجالكم بالذات. ده إن حقيقي. احنا هنتكلم عن المشكلة اللي بيواجهها الصحفيين في الوقت الحالي، بس بعد ما اتكلم عن التنافس في مجالكم، المنافسة شرسة، و كل موقع عايز يستوعب اكبر عدد ممكن ومن نوعيات مشاهدات. معينه من القراء، واستمراريتها، كل دي تحديات بتواجهكم. شكل المنافسه ايه؟ وهل انتم مع بعض كمواقع مختلفه؟ احنا بنتكلم ان احنا وصلنا لمستوى ال40، ده اكيد بعدينا مئات قبل ال40 وألف اللي احنا وصلنا لها. هل في تواصل ما بينكم وبين بعض؟ انتوا دلوقتي اصبحتوا فئه بعينها من الصحفيين والمتخصصين في الكتابات الصحفية على المواقع الإلكترونية. شكل التنافس وشكل العلاقة بينكم وبين بعض والله ده كتير إن وجدت. لا، في منافسة وفي ناس لا علاقة. علاقة. وفي منافسة برضو، منافسة برضو بتكون شريفة. يعني ساعات كتير جدا بتلاقي بيدخلوا على الموقع وبيشوفوا مين بيكتب مقالات في الموقع ده، ومين وعلى فكره بيستقطبونا برضو. يعني لما يلاقوا مثلا حد بيكتب في الموقع ده طبعا مقال، النجاحات يعني مثلا بتفرض نفسها. يعني بيتعرض علينا ان احنا ممكن نكتب في مواقع اخرى. بس يعني زي ما بتقولي كده، فكرتنا ايه؟ ان احنا عايزين نعمل حاجه للاسم ده، لوجه مصر، يعني لفيس مصر. احنا حابين ان احنا نشتغل فيه. هننافس، بس احنا بنحاول نظهر كل احسن، يعني كل حاجه حلوه عندنا، سواء بكلمه، سواء بصوره، سواء بخبر يكون فعلا جدي، سواء باي صوره ايجابيه. ان احنا لما نيجي نعمل اي حاجه برضو بنحب نوجد حلول، بنحب نبقى اصحاب مسؤوليه جميل. قد المشكله وقد وحلها. يعني جميل. لو فتحنا صفحه
على فيس مصر وحبينا نحط فيها أهم خبر، أحلى خبر، أكتر خبر جذب قراء خلال الفترة اللي فاتت، وتجربتكم خلال الفترة اللي فاتت ونجاحاتكم. هنحط إيه في الصفحة دي يا أستاذ عمرو؟ من وجهة نظري المتواضعة طبعا أكيد. كل واحد هيقولي على فكرة اختياراته. أنا من وجهة نظري المتواضعة أحط في خبر اللي هو توزيع 1.9 مليار عائدات قناة السويس على الشعب المصري بعد الإشاعات، بعد الإشاعات اللي ملت الدنيا الفترة اللي قبلها، واتصرفت الودائع النسب اللي كانت مقررة للمساهمي مشروع قناة السويس الجديدة، وده اخرس ألسنة كتير. بتكلم عليه ليه؟ بتكلم مش عشان خاطر شخص او عشان خاطر واقع. او عشان خاطر الرئيس السيسي، انا بتكلم على مصلحة مصر. احنا عملنا ايه؟ جمعنا ايه؟ وطلع مينا لينا ربح، ربح قد ايه في اول مشروع قومي تدخله مصر، والمصداقية في المشروع نفسه بقت ايه؟ وده مؤشر جيد جدا ليه نجاحات، ليه مشروعات تانية كتير. انا ده يعني انا شايف ان ده كان اهم خبر. مش هنبص على الحاجات السوداويه اللي هي موجوده، التفجيرات، وان كان ده لازم، شيء لابد منه، لازم ينشر ولازم يكتب، لكن انا بالنسبه لي ده اهم خبر. نفسي احط يعني نفسي اخبار كتيره احطها في الصفحه عندي، وان كانت اتحرقت، ولكن هحطها لما اشوف ان احنا، لما الاقي مثلا جامعه القاهره بقت 4 على العالم، جامعه اسكندريه بقت 2 على العالم، لما الاقي مصر في مجال الرياضه، مصر بتشارك في كاس العالم، لما الاقي مصر بتتقدم اقتصاديا وتنمو اقتصاديا، لما ما الاقيش عشوائيات في مصر، لما ما الاقيش ناس بتتسول للعلاج قدام المستشفيات وبتقعد بال10 ساعات قدام المستشفيات عشان تتعالج وبتموت، لما ما الاقيش الطلبه مش لاقيين مكان يقعدوا فيه في المدارس، لما الاقي وسيله نقل ومواصلات محترمه، كل ده نفسي احطه في جورنان كامل واعمله عدد ماسي واحتفظ بيه لنفسي واحتفظ بيه لاولادي، عشان خاطر لما يشوفوا نقول لهم شوفوا مصر كانت عامله ازاي. ان شاء الله. اطرف خبر واتجاهاتك في الكتابه استاذه رجاء، هي اللي هي ثقافيه، سياسيه، مجتمعيه؟ بما اني شاعره اصلا وروائيه، جميل. لما اخترت اكتب مقالات حبيت اكتبها باسلوب ادبي، واخترت السياسه. بحب اكتب في السياسه باسلوب ادبي، يعني يوصل للناس بطريقه سلسه، ووصل المعلومه بطريقه برضو ممكن تكون ساخره، ممكن تكون جريئه شويه، في خلال سطور كده او حاجه في مقالاتي. فيس مصر انا مختصه بكلمه رضوى. كلمه رضوى عباره عن 3 سطور بالكتير، بطريقه شعريه زي ما قلنا، بتكلم فيها عن اي قضيه، اي حدث موجود، اي فساد بحط عليه خط، اي حاجه من الحاجات دي ببتدي اتكلم عنها. جميل. ويا ترى ممكن نسمع مجموعه اسطر، لان الاسطر دي هتنقل لنا توجهات مختلفه اكيد، واراء مختلفه في واقع احنا بنعيشه. يعني هو انا مش محضره حاجه دلوقتي، بس ايه ممكن يعني انا يعني بتكلم كتير جدا يعني في كلمه رضوى، ولا في مقالات اخرى؟ يا ريت في كلمه رضوى عشان نعرف الاستاذه رضوى، وبعد كده نقول اطرف اخبار واحلى اخبار قريتيها على فيس مصر. في كلمه رضوى كانت خاصه باخر الاحداث، بس انا مش متذكره قوي، بس انا ممكن يا ريت نعرضها حتى بوجه عام، يعني الفكره نفسها او انا كنت بتكلم عن اللي هما كانوا بالنسبه للاتجاهات السياسيه دلوقتي اللي بتقول لا يسقط حكم العسكر والكلام، انا كنت بوجه لهم كلمه في خلال سطور كده، بس انا هتذكرها، بس ممكن حضرتك تسالي عور ولا هكون متذكره؟ لا انا هكون متذكره اكيد، مش بقولها ازاي. مشكله كبيره بيواجهها صحفينا في الوقت الحالي، من غير المثبتين ومن غير الموضوعين في اطار وتنظيم اداري يعتد به داخل صحافتنا القوميه وصحافتنا الخاصه، وهي عدم الاعتداد بالخبره، عدم الاعتداد بالمهنيه، لان التخصص يخالف المهنه، التخصص الاكاديمي يخالف المهنه، وهناك اسباب متعدده. يعني لو مسكنا كل حاله
من اللي تم فصلهم مثلا من جهات صحفية أو الاستغناء عن خدماتهم، هنلاقي إن كل حالة لوحدها حالة، يعني صعب تعميمها. يعني ما أقدرش أقول إن الاستغناء تم لسبب بعينه، اللي يقال إنه يا إما التخصص غير مناسب أو الخبرة لا يعتد بيها لأنه يعني التخصص الأكاديمي. بصي، هو يعني الحتة اللي حضرتك بتتكلم فيها دي تحديدا، أولا هل هي تعتبر مشكلة عندكم ولا لا؟ طبعا في مشاكل، طبعا في موقع لاعب بدون ذكر أسباب فصل حوالي 40 واحد أو 140 واحد فجأة. خلينا ناخد نقطة نقطة. نتكلم في نقطة اللي هي أنا قلت إنها بالرغم إن هي توجه الحقيقة سائد في الوقت الحالي، إلا إنها حالات نقدر نقول عليها برضو حالات متفردة وأسباب مختلفة. خلينا نتكلم في نقطة نقطة. نعم. أولا الجو الصحفي العام وللأمانة صراحة ملوث بعض الشيء. عندنا مشكلة كبيرة جدا اللي هي مشكلة إن اي حد مؤهل عادي بيبقى صحفي. انا مش انا كلامي ده بس عشان الناس لما تشوفه ما تفهمش ان انا بقلل من حد، لا، او مستويات تعليميه المفروض كليه الحقوق يشتغل محامي، كليه التجاره يشتغل محاسب، لكن احنا بنفوجئ ان واحد بيروح عامل جورنال ولامن فيه قرايبه مؤسسه عشان خاطر يدخلهم نقابه، ويلم فيه قرايبه ويشغلهم ويدخلهم نقابه صحفيين. تمام. طيب في مشكله اخرى هنتكلم عنها، مشكله كبيره، العلاقه ما بين الصحفيين والنقابه، ولكن خلينا في موضوع العزل والاستغناء. انا هجيبها لك واحده واحده. اتفضل. بنتكلم في قصه انه المفروض اللي هو خريج اعلام يبقى هو الصحفي ومناط بيه ان هو يدخل نقابه صحفيين. طب يا سيد الاستاذ، انت لما تيجي تعالج النقطه دي هتعالجها ازاي؟ ما انت عندك ناس في المؤسسات من زمان بقى لها سنه وسنتين وبقى لها 4 سنين ما تعينوش وموجودين ومؤهلات تانيه. لا، انا هعمل لجنه من نقابه الصحفيين وادخل على المؤسسات دي اعمل حصر بكل الناس اللي دخلت المؤسسات وهم مش خريجين اعلام او اداب اعلام او اقسام المنوط بها اللي هي تشتغل صحفيين متخصصين اعلاميا ومش عارفين يدخلوا طيب انا هعمل حصر بالناس دي واقول لك الناس دي ثابته عندي، مش هيبقى متاح ليك، يتعمل قانون، مش هيبقى متاح ليك انك انت تدخل حد المؤسسه تاني غير لما يكون اعلام. ليه بقى؟ عشان خاطر ما تضيعش الفرصه على الشخص اللي موجود حتى لو بقاله يوم في المؤسسه، ما تضيعش عليه الفرصه ان هو يبقى خد فرصته خلاص دخل، وبالتالي لازم انا احكم العمليه دي. يبقى مفيش دخول، حتى لو انت دخلته انا مش هعينه ولا هاخده عندي نقابه لانه معروف تاريخ دخوله للمؤسسه امتى. جميل. يعني هي عمليه يعني بنرجع للوراء لتحقيق عداله، ده اللي حضرتك تقصده؟ طبعا ده مهم جدا. جميل. ليه بقى؟ يعني انا ما زي ما بمنع في الوقت الحالي غير المتخصصين او غير الاعلاميين من الانخراط، المفروض ان انا ارجع بصوره للخلف واشوف اللي اتاخد معاهم نفس المواقف ما اتاخدش معاهم نفس الموقف قبل كده ويراجع. بس ده مش بيبقى فيه ظلم لبعض اللي عندهم مواهب؟ انا لسه كنت انا هرد عليك. احنا ممكن نكون مختلفين في الراي وده شيء يعني عادي طبعا، كل واحد يعني برضه بيبقى شايف ان وجهه نظره اكيد يعني حتى لو مش موجود اكتسب خبره واصبح ليه اسم. لا انا بتكلم في ايه، انا قلت خلاص اللي دخل يعني في حاجه ثانيه يا عم، لو دخل مجال خلاص انتهى الموضوع بالنسبه له انتهى. في حاجه يا عم عايز اتكلم فيها كمان، احنا لو بصينا للموضوع ده بصراحه هنبص بقى من الاول من بدايه تعليمنا خالص. كتير جدا اتجبر علينا، احنا اجيال مختلفه تيجي ده، احنا شخصيا عشت جيل يعني ممكن اكون دخلت كليه انا ما كنتش مثلا حسب مجموع معين حسب، فطبيعي احنا كتير جدا يعني بنتحط في المواقف دي. فصاحب الموهبه هيروح فين؟ صاحب الموهبه بيبقى مبدع، واحنا والابداع رقي، والرقي هو اللي بيقوم بلد. مفيش بدائل؟ بمعنى البدائل بالنسبه يعني أنا للاشخاص الموهوبين بصوره قاطعه؟ لا، هو البدائل يعني بالنسبه للموهوبين دي تبقى متاحه، دي برضو تبقى تختص بيها. على فكره هم ما بيمنعوش يعني المشكله كلها في التنظيم الاداري والتامين المعيشي لهذه الفئه، ان انا اما اعزله يبقى انا بحرمه من زمان. حضرتك في التلفزيون كانوا بيعملوا مسابقات للناس اللي هي مش قادره تدخل مسبير او مش قادره تدخل مجال فني، بيعملوا مسابقات او معهوش مؤهل عالي بس هو صوته حلو، فكان زمان بيعملوا مسابقات في الاذاعه للناس دي ان هي تلتحق بتشتغل بموهبتها. عشان برضو ما نخرجش عن السياق قوي، الناس اللي هي المؤسسات، على فكره المؤسسات الصحفيه عندها مشكله كبيره جدا وما بتهتمش بالصحفيين
ويجي مثلا يفصلك علشان خاطر او يمشيك وانت بقالك معاه سنتين، اصل شكله مش عاجبك، اصل انت بتقولي كلمه ال برضه جوانب اخرى، انت بتقولي كلمه حاله الحق. من الحالات لا دي حالات كتيره وحالات متعدده. انا ما ينفعش ان انا ابقى شغال معاك سنتين وتيجي تفصلني وتمشيني حتى لو مش معانا. يقال ان القدرات الماديه ايضا، ده لو قانون يعني القدرات قانون الماديه ليها اسباب. ان انا ما دخلتيني ليه من الاول، سبتيني سنتين ليه، لا ونقطه ثانيه، عادي 3 شهور ومشي. الفجوه الكبيره ما بين اجور هؤلاء الصحفيين ورؤساء مجالس الاداره ورؤساء التحرير، فجوه الحقيقه شاسعه كبير جدا. يعني احنا في مبالغ بنسمع عن مبالغ كبيره جدا ومتفاوته زي ما بنسمعها في المجال الاعلامي. فكرك يا استاذه، ودي نقطه برضو يقول لك القدره الماديه، ده بالنسبه للمواقع الخاصه طبعا، لان المؤسسات القوميه ما قالتش كده، ما قالتش على قدره ماديه، هي اتكلمت في نقط تانية. عشان كده انا بقول لك هي احدثت نوع من المشكله والاشكاليه، لان اصبحت حالات مختلفه ومفروض انها تدرس بصوره يعني حكيمه، لان شباب كتيره بيبقى كل املهم انه ياخد لقب صحفي، وساعات كتيره جدا بتبقى عن قدرات حقيقيه ومواهب ومخالفة أو غير مناظرة للتعليم النظامي اللي هو خده. فدي نقطة الحقيقة كان المفروض تتاخد بحكمة. هو في، لا في نقطة مهمة، أكيد في التعليم النظامي مرتبط بالتعليم العملي. ليه بقى؟ أنا وأنا بدرس المصدر، قال لك إيه المصدر؟ المصدر ده أنت تجيب من، أنا ما أعرفش يعني إيه مصدر، يعني لحد ما اتخرجت من الجامعة طب والخبرة؟ ما عرفتش ايه المصدر. بلاش دي. بمجرد خبره 6 و7 و8 و10 سنوات، وشفنا خبرات اكبر من كده تم عطلها. الجانب النظري على فكره مهم جدا جنب الجانب العملي. الجانب النظري بتعرف حاجات ما بيعرفهاش اللي مارس المهنه، لكن في ناس بتبقى ممارسه المهنه وعندها حب الاستطلاع وتقدر تناقشك وتكلمك افضل من الشخص الاكاديمي، ليه؟ هو عنده حب الاستطلاع وان هو الشغف ان هو يقرا ويشوف ايه انواع الفن الصحفي، مكونات الخبر الصحفي، مكونات التحقيق الصحفي، مكونات التقرير الصحفي، بيبقى عنده الشغف ودايما ان هو يحاول يقرا ويتطلع والكلام ده كله، ده موجود. خلينا نقول ان في معيار غائب في تقييم مثل هؤلاء الصحفيين وهو نجاح. احنا عندنا النجاح الصحفي عندنا ملوش درجات، ملوش مستويات، ملوش تقييم أكاديمي. يعني احنا بنقيم طلابنا في المجال الإعلامي قبل التخرج، إنما بعد التخرج، فعشان كده لازم نشوف الظلم اللي احنا بنشوفه. أنا شعرفني إن انت تقييمك لهذا الصحفي عادل، وإن اللي موجود على الكرسي وإنت بتديله مرتب وبتديله تأمين وبتديله يستحق فنيا ومهنيا إنه يقعد على كرسي، دي نقطة غائبة الحقيقة. هي باب مفتوح لمناقشة هذا الأمر، مش اعتراض، لأن احنا برضو ما عندناش تقييم حقيقي للحالات اللي تم. ده حق يا أستاذة، من حقوق الإنسان. يعني ما فيش، بص اقول لحضرتك حاجه، محترم رأي حضرتك، ما فيش حاجه اسمها تقييم. انا انت قعدتني سنتين، قعدتني على اي اساس انت تقعد صحفي سنتين فوق قساسه وبعد كده تروح رميه بره ما سويتوش حتى، معلش يعني الواحد يقول ايه ده حرام، ده ما يصحش، ملوش اي حقوق ماديه ولا لا في عرف ما بياخدوش شهادات خبره حتى ولا اي حاجه. هو ما يقدرش يديله شهادات خبره، لان اداله شهادات خبره خلاص مسك على المستند ما يقدر يعينه للاسف. انا هسمع حضرتك كلمه رضا بقى، يا ريت، ونختم بيها الفقره الجميله دي. اتفضلي يا استاذه رضا. انا كنت بقول اللي ملوش خير يوم في جيشه خساره فيه لقمه عيشه، ده ابن بلدك اللي حميك وبعد ربنا وفي اراضيك، بتقوله يسقط حكم العسكر، يا ريتك انت في يوم تتعسكر وتمسك انت ساعتها سلاح وتروح تحارب كده بكفاح من غير ما تفضل كده تتمسخر. كلمة رضوى بس هي الكلمة اللي هنختم بيها فقرتنا الجميلة مع الأستاذة رضوى العوضي الكاتبة الصحفية والأستاذ عمرو المزيدي مدير تحرير جريدة وموقع فيس مصر. أشكركم. شكرا لك يا أستاذة وكل أسرة المهنة. أشكرك. مشاهدينا الكرام، فاصل قصير ونعود لاستكمال حواراتنا الصحفية مع صحفيينا الشبان. نعيش فيها سنين وسنين واحنا مطمنين، بلدنا امانة في ايدينا نعليها مادام عايشين. نعيش فيها سنين وسنين واحنا مطمنين. ما شربتش من الهك، طب جربت
مشاهدينا الكرام، مشاهدي شباب وآراء، بجدد الترحيب بحضراتكم وبجدد وأستقبل ضيوفنا الكرام، الأستاذة جهاد حمدي رئيس قسم التصوير، والأستاذ بسام مفرح رئيس قسم التحقيقات، وبجدد الترحيب بأسرة فيس مصر. الحقيقة يعني بنكمل حوارنا معاكم على تجربتكم الشبابية الجميلة ومساهمتكم في ظهور موقع إلكتروني وإصدار ورقي لجهودكم الصحفية الشابة، ودي أهم حاجة. وواضح إن أنتوا كلكم نفس الأعمار، مش كده؟ كلمني يا أستاذ بسام على يعني من أول تقريبا المشرف العام ورئيس تحرير رئيس مجلس الإدارة حتى شاب لحد أصغر صحفي في الجورنال، كلنا مجموعة شبابية عموما يعني. جميل، وده اللي حببني. متفاعلة ولا متنافسة؟ لا أكيد طبعا التفاعل والتنافس مطلوب، يعني التنافس في مهنتنا إحنا مطلوب أكيد. جميل. عشان نعمل شغل أحسن وعشان نثبت نفسنا. كل ما في تنافس بينك وبين زميلك اللي جنبك أنت حابب تعمل موضوع أحسن منه، هو المرة الجاية هيعمل موضوع أحسن منك، ودي الفكرة. كلنا عايزين ننجح المكان، عايزين ننجح الجورنال، وعايزين نثبت نفسنا في فتره قليله. الحمد لله اثبتنا نفسنا، يعني احنا العدد التجريبي كان لينا، العدد التجريبي كان لينا 7 مارس صدرنا 10/5 كنا العدد الرئيسي، دلوقتي وصلنا للعدد 28. الحمد لله ماشيين يعني بخطوات ثابته، بنحقق انجازات. العدد الموقع الالكتروني الحمد لله يعني على ترتيب اليكسا وصلنا ل 40 دلوقتي. جميل. فاحنا الحمد لله ثابتين نفسنا. المجموعه الشبابيه ده اللي حببني اول ما رحت فيس مصر، يعني من شهر 4 اللي فات قبل ما نصدر العدد الورقي بتاعنا، كنا الموقع شغال بقاله 3 شهور. ده اللي حببني الفكره. رحت قابلت حد، لقيت استاذ محمد مجدي المشرف العام على الجورنال، حد شاب لسه قدنا يعني. بيشجعني، بيقول لي ان احنا ناويين نعمل. هل ده بيديكوا نوع من الطمانينه شويه؟ اكيد طبعا، يعني لما ادخل الاقي شاب زي هو اللي بيحاورني وبيعمل معايا الانترفيو وبيسالني عن طموحاتي، بيبقى في نوع من التفهم شويه للمرحله السنيه اللي انتوا عايشينها. أكيد طبعا. يعني انا لما قعدت معايا لقيت شاب قدامي لسه سنه صغير، فكره جميل، عايز يعمل جورنال ناجح باسم الشباب عموما، بيقول ان المستقبل لينا كشباب مش هيقوم ابدا الا بينا احنا. فقعدت معاه فقال لي كويس يعني. الحمد لله. كان ليك خبره سابقه في المجال؟ كان ليا خبره. انا لسه خريج 2013 عموما، بس كان ليا خبره تدريبات بقى ايام الجامعه وكده. واشتغلت في مكان قبل كده برضه قبل ما اروح في مصر الحمد لله. فبناء على خبرتي السابقه قال لي ماشي تمام، اشتغل معانا ان شاء الله واثبت نفسك. فتره قليله الحمد لله من محرر لرئيس قسم التحقيقات. ما انا ده اللي هقوله، رئيس قسم التحقيقات، يعني احنا اكيد حققنا نجاحات في هذا المجال والتحقيقات مش أصعب الأقسام. أكيد أكيد. أستاذة جهاد، انضميتي ليهم إزاي ووصلنا إزاي لرئيس قسم التصوير في الفترة القصيرة دي؟ وده برضو من أهم الأقسام، لأن هو ده الجاذب الأول للقارئ في المواقع الإلكترونية. حقيقي. هو انا اصلا كده كده شغاله في المجال بقالي فتره طويله، يعني من قبل انشاء الجورنال هنا اصلا. بس عن طريق بعض المعارف وصلت للمكان ده، عرفت ان هو كله شباب، بس ان هو ما فيهوش حد كبير. الفكره بالنسبه لي كانت ان انا لما اشتغل في حاجه شبابيه من اولها لاخرها هبقى حريصه جدا على انها تتقدم، لان انا احس ان كل خطوه زياده ليها هي خطوه زياده ليا انا. احنا كلنا شغالين او كنا شغالين في اكتر من مكان او اشتغلنا في اماكن تانية زمان، بس هي الفكره ان احنا لما نحس ان احنا اللي بنقدم الحاجه انها بتعلى بينا احنا، بنبذل من طاقتنا ومجهودنا ووقتنا لمجرد ان هي تبقى حاجه اعلى، بعيدا عن حسابات الشغل وحسابات كل حاجه احنا عايزينها ترتفع. فده حصل معايا ان انا لما رحت المكان ولقيته لسه بادئ ولقيته لسه شباب، بس ابتديت اهتم بشغله جدا واهتم ان انا اعليه جدا، لان انا حاسه ان هو في يوم ما زي اللي احنا قاعدين فيه دلوقتي، لما المكان ده يبقى حاجه كويسه ويبتدي يتطور ويتقدم، هحس ان انا ليا نصيب في التطور ده، هحس ان انا ساهمت في ده بشكل من الاشكال. فروحت هناك كمصوره، وانا كده برضو كان بقالي فتره بصور، بس زي ما قلت لحضرتك الفكره كانت عباره عن ايه يعني. فروحت هناك كمصوره والحمد لله قدرت بمجهودي اثبت ان انا مصوره كويسه واستحق ان انا اعمل اشغل منصب زي ده، رئيس قسم التصوير الحقيقي. فبقيت رئيس قسم التصوير هناك وجبنا مصورين تاني. قبل ما اتكلم عن الاقسام اللي احنا بنرقصها واهم الموضوعات اللي احنا عملناها وعايزين نعملها، الاتجاه للاصدار الورقي مش غريب شوية؟ هو عبء مادي ومسؤولية كبيرة جدا، صحيح درجة من درجات النجاح، لكن ما كانش بدري عليها المية؟
هو مش بدري، هو احنا يعني الحمد لله الموقع طلع، كنا بقالنا 3 شهور شغالين في الموقع. كان في استاذ السيد حسن عبد السلام، وده اللي بيدعم الجورنان ماديا، رئيس مجلس الاداره. ده يعني هو يعني شخص بيحب الشباب عموما، يعني حتى لما بيقعد معانا في الجورنان بيقول احنا مجموعه شبابيه، عايزين انا عايزكم تقوموا الجورنان ده، يعني ده كلامه لينا، عايزكم تقوموا الجورنان ده. فبالتالي لما الاقي حد بيدعم الجورنان ماديا وقال لي انا بدعمك وانا وراك وما تخافش واشتغل ووريني الصحافه اللي بجد، وريني الحياديه في الشغل، عايزين نعمل جورنان محترم، فانا بالتالي انا هشتغل خلاص يعني. قال لي هصدر العرض الورقي، تاخرنا فيها لمده شهر كمان، يعني كنا بنقول مثلا هنصدر في شهر 4. يعني انتوا كده كمان متاخرين، لا عليكم. يعني الحمد لله يعني قلنا في شهر 4 مثلا هنصدر، قعدنا ناخر ناخر ناخر، الحمد لله لحد ما صدرنا العدد الرئيسي في 10/5 وطلعنا بيه للنور. الاستاذ السيد حسن عبد السلام اصبح نقيبا للاعلاميين بالداهليه، بمحافظه الداهليه. جميل. مؤخرا ده لجهوده طبعا في مجال الصحافه والاعلام عموما، والدعم اللي بيقدم للشباب وخاصه بعد انشاء موقع وجريده فيس مصر. الحمد لله احنا ماشيين بخطى ثابته زي ما قلت لحضرتك، والعدد الورقي الحمد لله كل اسبوع بيصدر، ما فيش اي مشاكل بالنسبه لنا. اي نعم بتقابلنا مشاكل بقى ان هو يعني هنتكلم فيها بس خلينا نقول الاول الاصدار الورقي اكيد خلاكم زي ما نجحتوا كنتوا منتظرين درجه نجاح بصوره معينه، ده شفتوها مع الاصدار الورقي هي الفكرة ولا لا؟ هي الفكره في حاجه، الاصدار الورقي عامه لاي جورنال كان على وجه الارض عبء مادي ومعنوي اضافي، يعني غير حتى التكلفه الماديه لان احنا ما نقدرش نتحكم فيها، كده كده معانا سبونسر بيقدر يدعم التكلفه الماديه بتاعت الورقي، بس هو كمان مجهود اكبر، محتاج مجهود ومحتاج نتيجه للاستثمارات، لان الشغل الالكتروني حاجه وشغل الورقي حاجه تانية خالص. هنا حتى بتلعب على شريحه معينه من الناس وهنا شريحه مختلفه. بس هي كانت الفكره في حاجه، ان احنا لو عايزين ننجح بروجكت معين فاحنا ما نفضلش نقدر طول عمرنا معتمدين على شريحة معينة من القراء. إلى الآن لسه في ناس تانية بتقف على الأقل، لو ما اشتريتش الجورنان هتقف عند الراجل تبص على العناوين وتبص على الجرايد، مش دي الشريحة خالص اللي هتفتح الويب سايت تبص على الأخبار. فإحنا كان لازم نشتغل في الاتجاهين، وعلشان إحنا شباب فعندنا روح المغامرة عالية شوية، اللي هو إحنا هنجرب، لو فشلنا مش مهم ولو نجحنا فهو نجاح لينا. يمكن الناس التانية تقعد بقى تحسب وهنعمل ايه وهنسوي ايه وما اعرفش ايه، ما عندهمش لسه الاندفاع اللي عند الشباب. بس المعايير دي عند مثلا السيد حسن عبد السلام كرئيس وسبونسر ليكم، اما كانش عنده نفس التوجهات الشبابيه دي ما كنتوش هتلاقوا اللي يعجبكم. بالظبط، ما هي دي بقى الفكره، هي دي الفكره، ان احنا لو عندنا الموضوع مقسم يعني بشكل مادي وبشكل معنوي بالظبط، ما كناش هنبقى عندنا الجرأه نقول يا ننجح يا ما ننجحش. ايمانا من السبونسر بتاعنا بدماغنا وبافكارنا، قدر ان هو يدعمنا بشكل مادي يخلينا احنا بنتحرك براحه، عارفين ان احنا ورانا حد مؤمن بينا. فايمانه بينا فعلا هو اللي خلانا نتقدم قدامه وخلانا ننجح، لان ممكن يكون شخص تاني هو كبير في السن مثلا فمش مقتنع خالص باندفاعات الشباب او توجهاتها، لكن لا هو عارف ان احنا يقدر يسخر طاقتنا ده. بس يمكن المجال الصحفي المكسب فيه بيبقى على المدى الطويل، خلينا اقول برضو هي لان هو متخصص ومتشبع بحب المجال، هو اللي خلاه يديله الجرأه الماديه انه يعمل كده. النجاح في الموقع الالكتروني معاييره مختلفه عن النجاح في الاصدار الورقي؟ اكيد. ايه معايير نجاح ده وده، وايه اللي خلى التجربه هنا تنجح وهنا تنجح؟ هي الفكره في حاجه، في الاختلاف بين الموقع الالكتروني والاصدار الورقي، الموقع الالكتروني معايير نجاحه ان هو يبقى اب تو ديت، كل حاجه بتحصل في وقتها تكون موجوده. فيمكن المعايير بتاعه نجاح الحاجات الالكترونيه 80% منها سرعه ان هو يبقى اب تو ديت، 80% بقى من نجاح الاصدار الورقي الماده نفسها، هو مش مهتم بالسرعه، هو كده كده هيصدره في اخر الاسبوع، فهو معاه وقت ان هو يعمل اكتر من الالكتروني، التحليل بالظبط، فبيتجه للماده نفسها عباره عن ايه. يعني انا في الالكتروني ممكن اكتب خبر من سطر واحد بس سرعته تغطي على اي حاجه تانية، في الورقي العكس، انا محتاج خبر من اكتر من سطر. خلاص بقى الاسبوع خلص، القارئ بتاعي لما يجي يقرا ويجي يشوف الجورنال محتاج ان هو يفهم تفاصيل الموضوع، هو خلاص عرف الخبر السطر الواحد من مليون موقع الكتروني، هو محتاج بقى يفهم التفاصيل. اللي يقدر بقى يسرد التفاصيل بشكل افضل هو اللي يقدر ينجح. كلنا عندنا نفس القضايا، كلنا عايشين في نفس البلد، بنعاني من نفس المشاكل وبنواجه نفس الايجابيات، بس مين يقدر يسرد لي الايجابيات والسلبيات بالشكل اللي انا عايزه اقراه، موضوعي ده نجاح الصحفي اولا واخيرا، موضوعي ومحايد طبعا. زائد حاجه تانية يمكن انا لمستها كقسم، يعني هتكلم عنها انا بشكل خاص،
ان في تقدير في فيس مصر، يعني في تقدير لقيمه الصوره. للاسف في جرايد كتير ما مش مدركه لسه قيمه الصوره الصحفيه، مدركه اكتر الكتابه. هنتكلم في التخصص ده لان احنا الى حد ما قلنا نبذه صغيره كده في الجزء الاول من الحلقه على اهميه الصوره، لكن كمان من اي زاويه وباي توقيت، قبل الحدث ولا بعد ولا في نصه، مشكله كبيره قوي بتواجهكم وتواجه شعبنا الحبيب من عدم مصداقيه البعض في نقل الصور. هنتكلم عنها بصوره متخصصه، ولكن بعد ما اسال الاستاذ بسام عن التحقيقات واهم التحقيقات اللي بتقوموها الصحفي في صفحه التحقيقات، ليه متطلبات وقدرات اكبر بكتير اكيد طبعا واعلى بكتير من اقسام تانية. نتكلم عن القسم اللي انت رأست تحريره، وايه اهم الاخبار والتحقيقات اللي نقلتوها خلال الفتره الماضيه؟ يعني في الفتره اللي انا مسكت فيها القسم مثلا، يعني انا ماسك القسم بقالي دلوقتي داخل في 4 شهور، يعني بعد ما جيت من جورنال ب3 شهور الحمد لله اثبتت قدرتي واصبحت رئيس قسم التحقيقات. قعدت مع المجموعه، انا كنت زميل ليهم، يعني انا ما ينفعش ابقى رئيس عليهم في يوم من الايام، بس بالحب يعني وبالتعاون وبحب المكان اكتر هندي المكان الحمد لله تحيات كويسه ومتميزه. يعني دي اهم حاجه في الجورنال الاسبوعي عموما، دايما اقول لهم ان الجورنال الاسبوعي بيقوم على التحيات. لان واللي بيقعد على التوب او على راس المنضده في اي قسم، خاصه في المواقع الخاصه، ما بيبقاش لا واسطه لا طبعا ولا اختيار نتيجه لاي سبب غير الكفاءه. شغلك والنشاط. هو اللي بيثبت نفسه بالزبط. يعني انا دايما اقول له يعني وده اللي هيخليهم يحبوه لان هم هيتعلموا هتتبادلوا خبره. انا اقول له يعني جميل. احنا زملاء، احنا اصحاب بالزبط. بس خلي زمالتنا وصحوبيتنا دي للمكان مش ضد المكان، للشغل، عشان نرفع بقيمه الشغل والحمد لله نعمل شغل كويس. الحمد لله الفتره الاخيره انا معايا مجموعه محللين متميزين الحمد لله. احنا زملاء، مش رئيس قسم عليهم الحمد لله، انا زميلهم. بنقدر نتعاون. فتحنا سلسله تحقيقات كامله عن المناطق العشوائيه اللي في مصر. يمكن جبنا مناطق ما حدش اتكلم عنها تماما قبل كده، حاولنا نبحث نتحرى الدقه اكثر عن مناطق ما حدش سلط الضوء عليها، احنا سلطنا الضوء عليها. زي يعني مثلا تل العقارب، بطن البقر، مناطق انا شخصيا اول مره اسمع عنها. يعني احنا اعتبرناها ماتت. تمام. لسه يعني موجوده؟ لسه موجوده طبعا. ونزلنا اتكلمنا مع الناس ونقلنا معاناتهم، والحمد لله بيجينا ردود. يعني الحمد لله احنا دلوقتي في مصر بيجينا ردود من بعض الهيئات والوزارات على شغلنا. ده شيء ايجابي وده شيء ناجح لينا احنا في مجموعه العمل في فيس مصر. يعني الحمد لله قدرنا قبل كده زميله صحفيه اسمها ريحاب جمال نزلت عملت تحقيق في مستشفى سيد جلال للجميع عن المطبخ وعن المشاكل اللي بيعاني منها المرضى. الحمد لله تاني اسبوع تحقيق سمع للمكان، شال مدير المطبخ، عمل تجهيزات للمطبخ بطريقه كامله صوره طبيعيه، وبعتوا لفيس مصر تعالوا صوروا المكان من اول وجديد. رحنا ونقلنا ان في صوره سلبيه اتحولت لايجابيه. قسم التحقيقات مش اديتور، ده ديتكتيف. محقق خاص. بيحتاج للتخفي، بيحتاج لمهارات خاصه، بيحتاج. فانا بحييكم، لكن نجاحه كمان ونجاح تحقيقاتكم بيعتمد على الموضوعيه وعدم التوجه لإثارة الإثارة. أنا بعمل ده علشان أنا عايز أغير للأفضل، مش لمجرد أن أنا بنتقد للانتقاد. وده أهم حاجة بتواجه المصور الصحفي، أن أنا بلقط اللقطة دي مش عشان أفضح، ولا علشان زي ما الكل دلوقتي بيمسك موبايلاته ويشوف حادثه بدل ما يلحق يجري عشان ينقذ. عشان كله بقى مصورين. ينقذ. دي مشكله ثانيه بتواجهكم، منافسه شرسه الحقيقه. بدل ما انقذ اللي محتاج انقاذ بقف اصوره علشان اشير، ويمكن بعض المواقع بتدي مقابل مادي للاسف للحاجات اللي زي دي. حقيقي. رايك ايه واتجاهاتك ايه في القسم الخاص بك؟ نخلي اتجاهاتي في القسم الخاص بيا الاول. اوكي. احنا كمصورين يمكن بيقع علينا عبء اكبر من اي محرر تاني او اي شخص تاني، لان احنا لو ما كناش متواجدين في الحدث بنفسنا فكده احنا ما اشتغلناش. بمعنى ان ممكن، مع احترامي للجميع، بس ممكن الاخبار المواقع تقدر لا، فلو ما كنتش انا موجوده بنفسي في الحدث مش هقدر انقل حاجه. لذلك ممكن تلاقي اخبار مثلا في بعض المواقع بتزور حقائق او بتزود كلام من عندها، بتقلل كلام من عندها. يجي المصور بتاع نفس الموقع مثلا لو صور الصوره تنفي الكلام اللي هو بيقوله، لان احنا ببساطه بنبقى موجودين في قلب الحدث نفسه. فاحنا كقسم في الجورنال كل اللي احنا بنحاول نعمله ان انا لما ابقى موجود في حدث ابين كل جوانبه. انا ماليش دعوه، احنا مش اطراف في اي حاجه.
احنا كل اللي احنا بنعمله ان احنا بننقل الحدث زي ما هو. انا حتى مش همسك قلم اكتب من دماغي اشوف الحدث واكتبه وانقله، لا انا معايا كاميرا هنقل بيها. فده بيخلي الموضوع بالنسبة لنا 1+1=2، مفيش نسبة للخطأ، في حدث واحنا هنقله زي ما هو بالظبط. ايا كان نقله ده اكيد في وقت من الاوقات بقى في الاحداث الصعبة او في حاجة زي كده، نقله ساعات بيجي على طرف معين، اي طرف. انا اللي كنت هقوله لك، هل في صورة صادقة وصورة كاذبة؟ هو مفيش صورة كاذبة، بس في صورة ناقصة. يعني انا ممكن اصور فلنقل مثلا اشتباك، في طرفين بيشتبكوا سوا، انا ممكن اقف اصور الصوره فيها الاشتباك من الناحيه دي والاشتباك من الناحيه دي والشارع في النص، ممكن اقف ناحيه الطرف ده اصور الطرف الثاني هو بيضرب لوحده، ممكن اقف العكس، ممكن انا اصور الكادر كامل ويجي حد تاني يستخدمها لاغراض معينه يقوم قاطع نص الصوره. لكن هل الصوره نفسها تبقى كاذبه؟ لا. يعني انا هقدر اصور حاجه تستغل مثلا بقى باشكال مختلفه او بزوايا مختلفه، لكن ده مش معناه ان هي مش حقيقيه، هي مستغله بشكل غلط بس هي اكيد حقيقيه. فهي الفكره بقى ان احنا للاسف معرضين لان اي حد عايز يثبت اي حاجه بيثبتها بدماغه هو مش بدماغ المصور. انا لما بعمل الصوره انا بعمل صورتي كامله، يجي الطرف ده او الفصيل ده عايز يستغلها يقوم قاطع منها حاجه، الطرف الثاني عايز يستغلها يقوم قاطع منها حاجه وهكذا. بس هي تحدي من تحديات هذه المهنه بالظبط، ان انا ازاي اقدر اعمل الصوره اللي محدش يقدر يلعب فيها زي رؤيتي انا بالظبط. في بعض الجرايد يعني يمكن احنا بنتميز في حاجه معينه عن باقي الجرايد، ان في جرايد معينه بتاخد الصوره من المصور وهي اللي بتستغلها بالشكل ده، هي اللي بتستغلها ان هي تقطعها او تكتب عليها كابشن مش هو الحقيقه او عشان السياسه التحريريه. احنا عندنا الوضع مختلف، انا عندي ببقى واثقه ان الصوره اللي انا صورتها هتنزل زي ما انا قلت، لان هم واثقين في المصور ان اللي نازل الحدث هو ادرى بظروف الحدث. وده يمكن حاجه من الحاجات اللي بسطتني جدا، كنت حاسه ان الورقي هيبقى تحدي صعب، بس ارتحت جدا وانبسطت جدا لما عرفت ان لا، في تقدير مهم جدا للتصوير في الورقي، ان هو احنا اعتمدنا على حاجه مختلفه. خلاص وما فيش تلاعب. احنا اعتمدنا على حاجه مختلفه في يمكن في اغلب الاعداد، بننزل صوره نفرد لها نص صفحه في اول صفحه. ده التحدي هو سرعه النقل، هو ملفت للنظر لناس جدا ان هي تشوف الجورنال ده بيتكلم عن ايه، لانه شايف صوره كبيره جدا في الاول. هو تحدي صعب جدا ليا ان انا اعمل صوره تقدر تجذب الانتباه في اول صفحه، وهو تقدير مهم ليها، تقدير مهم للصوره، بيعرف الناس معنى الصوره. على عكس الالكتروني انا كده كده هصور، لكن لما يبقى الجورنال الورقي مستغل مساحه كبيره للصوره للناس يجذب الناس، فده بيعرفني اذا كان انا شغلي يستحق ان هو يتشاف ولا لا. جميل. بالنسبه للمتلقي، التحدي بالنسبه لك المنافسه واسعه جدا وكبيره، المتلقي تفتكري ان هو انتقائي في تقييم الصور ولا بياخدها على عواهنها وبياخد اللي بيتبعت له؟ هل شعبنا المصري عنده المهاره في التقييم والنقد حتى للصوره؟ في يعني في ناس هتبقى عندها المهاره فعلا ان هي تقدر تحس اذا كانت الصوره دي واقعيه. انا بتكلم لان احنا بنواجه مشكله الحقيقه مش بس في صور، ده في فيديوهات وفي نقل الاحداث كامله، ممكن تكون منقوله بصوره مفبركه تماما، لكن ما حدش عنده القدره. هل دي محتاجه قدرات خاصه ان انا اقدر اميز اللي قدامي ده مفبرك ولا حقيقي؟ لا، هي مش قدرات خاصة، لان احنا محتاجين بس نسبة وعي، ان البني ادم يبقى عارف كويس هو بيبص لايه، هو يبص بعينه قبل ما يبص بعقله، يبص للحاجة كبرودكت هو او كمنتج بيبص عليه، يبص على المنتج بس من غير ما يسمع اللي بيتقال. لان للأسف احنا عندنا اللي بيحرك الناس ودانهم قبل عينيهم، ودي مشكلة كبيرة جدا، لان اصلا طبيعيا ومنطقيا ان اللي بيجذب البني ادم عينيه قبل ودانه، بس لا، احنا عندنا في نسبة تأثير شوية، ان هو من كتر ما هو بيسمع 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 بيسمع، فلما يجي يشوف يبقى عنده ما يبصش للمشهد اللي هو شايفه قد ما هو بيطبق على سمعه، بيحاول يطبقه مع اللي سمعه، حتى لو هو شايفها حقيقة واضحة وصريحة في الصورة، بس هو سمع كتير جدا بيحاول ينفي الحياة دي عن عينيه والعكس. فبقت النتيجة ان الناس ما بتبصش للصورة لمجرد صورة، بتبص للصورة على انها لا، انا عايش في 1 2 3، فاكيد الصورة دي هتبقى مكلمة بالنسبة لي طبقا للباك جراوند، طبقا بالظبط، طبقا اللي هو عايش ايه اصلا، طبقا للناس بتسيله ايه في دماغه.
فاحنا بنخش في منافسه ان احنا لازم نعمل حاجه يا اما تبقى كويسه يا اما هنفضل واقفين في مكان. وعشان نبقى كويسين ونتميز على العدد الكبير من الصحفيين الحقيقيين او صحفيين الشارع اللي هم اهالينا واخواتنا اللي بيصوروا بالموبايلات وبيكتبوا اخبارهم على الفيسبوك وتويتر، فلو ما قدرتش انا اتميز عنهم بحاجه مش هتميز. التميز عندي من وجهه نظري بحاجتين بس، ان هي حاجتي تبقى جودتها كويسه ومحايده جدا وحقيقيه جدا، ان هو لما المشاهد يشوف الصوره دي مش محتاج اي كلام زياده عليها، وسريعه يشوفها بسرعه، يشوفها قبل ما يكون حد تاني معدي مثلا صور بسرعه ورفع وبعدين مشي. موضوعيه والسرعه. اكيد طبعا. بسام، يعني بالنسبه لي مثلا في التحقيقات اللي هيخليني مميز حاجه استقصائيه، حاجه بحث، انا عامل زي المحقق بالظبط، انا عامل زي ضابط الشرطه. ضابط الشرطه بيفضل يحقق عشان يعرف مين الجاني، انا بحقق عشان اوصل لتحقيق متميز جايب فيه كل الجوانب، جايب فيه الاراء كلها، بكشف قضيه معينه بيجي لي رد. وهو ده العامل المهم جدا اللي ممكن يميز اي انسان في الدنيا، لان ده اللي خلقه علشان ربنا سبحانه وتعالى، هو خدمه وطني، خدمه مجتمعي. حتى لو بخدم شخص بصوره او بكلمه او بتحقيق، هو ده معيار التميز عند المولى عز وجل، واللي بيرفعنا بيه درجات على بعضنا. اتمنى لكم كل توفيق ونجاح، وتكونوا اسماء مميزه في مجال الصحافه الورقيه والالكترونيه ان شاء الله. الاستاذه جهاد حمدي رئيس قسم التصوير بجريده فيس مصر، اشكرك، اتمنى لكم كل توفيق. الاستاذ بسام مفرح رئيس قسم التحقيقات بنفس الجريده، اشكركم كل نجاح. مشاهدينا الكرام، مشاهدي قناه النيل للتعليم العالي، كنا معا وشباب واراء، شكرا لكم والى لقاء اخر ان شاء الله.